التسعينات، منتصف التسعينات تقريبا، مثلا سنة 95 96، أنا كنت بعزف في فرقة موسيقية في القاهرة، وكان الفريق ده كنا مسمينه البلاك ستارز. الفرقة ديت احنا كنا بنعمل يعني مجموعة من الشباب، كلنا كنا مهتمين بالموسيقى، وكلنا عندنا أمل في مجموعة موسيقية مثلا بتؤدي أداء معين، كل واحد منا عنده وظيفته فيها. فكان في اللي هوايته الغنى كان هو اللي هيبقى المطرب، وكان في ناس واحد بيعزف بيز، واحد بيعزف كيبورد، واحد بيعزف درامز، وأنا كنت الجيتاريست معاهم، وكنا بنعمل كمان أصوات الفوكال ورا المطرب. فكان مجموعة متكاملة، احنا لقينا بعض على مدار سنين، يعني كوننا الفرقة ديت على مدار سنين، كنا راضيين جدا بمستوانا. فكنا اللي بنعمله ان احنا بنعمل الموسيقى اللي موجوده في الثمانينات والتسعينات، الموسيقى اللي هي اللي بيسموها الموسيقى الشبابيه دي، وكنا بنعمل بعض المقطوعات الغربيه وبعض الاغاني الغربيه وبعض مقطوعات الجاز، وكان كلنا مهتمين باننا نرفع مستوانا في الموسيقى، فكنا بناخد دروس وبنعمل. فالموضوع ان احنا كنا بنطلع كلنا مع بعض كموسيقيين، وفعلا ولا زالت الصداقه مستمره ما بيننا من وقتها حتى الان. يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي كان الواحد بيعملها، بالاضافه طبعا انه يحفظ البرنامج اللي هنشتغله ونعمل عليه البروفات او التمرينات المختلفه علشان نوصل لاحسن مستوى في الموضوع دوت، كان كمان انك انت الاجهزه اللي بتعزف بيها المفروض تتطور وتؤدي الاداء او تساعدك في الاداء اللي انت هتعمله في الموسيقى وكده. فكان من ضمن الحاجات اللي بيستعملها اي جيتارست البدلات ديت اللي هي بتضيف بعض التاثيرات الصوتيه للجيتار وتخلي صوت الجيتار احلى، وساعات بيؤدي وظيفه معينه في منطقه معينه لو هتعمل سولو مثلا او بتاع، فلازم يكون عندك الاجهزه ديت اللي بتخلي صوت الجيتار مختلف في الاوقات ديت. في مدرستين بيعملوا الكلام ده، ويمكن في ثلاثة كمان دلوقتي. أول مدرسة إنك أنت تجيب البدالات منفصلة، وكل بدال لوحده بيعمل وظيفة معينة وبيتوصلوا ببعض، وأنت بتدوس كل واحد في الوقت المعين، أو المجموعة بتدوسهم معينين في وقت واحد يطلعوا لك الحاجة الصوتية اللي أنت عاوز تعملها. دي مدرسة من المدارس لازال حتى الآن ليها هواتها وليها الناس، وبيعملوا البيدال بورد بتاعهم، بيفصلوها من الخشب ويحطوا عليها البدالات ووصلوها وبتاع. طبعا دي وجع دماغ شويه لبعض الناس. ليه؟ لان البدالات كلها لازم توصل ببعضيها بالكابلات، ولازم كمان توصل لها مصدر طاقه، علشان البدالات ديت بتحتاج طاقه، عشان هي اجهزه كهربائيه صغيره. فانك الدايره نفسها بقى اللي هتعمل ازاي اللوب ديت، ومين قبل مين ومين بعد مين، دي اول عقبه. الكهرباء انك توصلها لهم، والحمل بتاعهم بقى انك تشيل البورده دي ومعاهم البدالات، وكل مره تيجي تنزلهم على المسرح او على مكان العزف تبتدي تركبهم وتبتدي تعمل التوصيلات من اول وجديد لكل واحد. العقبة التانية انك انت عندك رجل واحدة، فانت رجل واحدة دي هتحاول انك انت تدوس في اوقات بتبقى انت محتاج تدوس مجموعة منهم في وقت واحد، عشان هتحط نقطة معينة في الموسيقى او الاغنية سولو مثلا وبتاع. فانت كنت بسرعة ازاي تقدر تعملهم كلهم، فبتدي بتعمل لخمة شوية على المسرح بالنسبة لي يعني. ففي ناس اخترعت قال لك طب ما هم مجموعه من البوردات كل واحده فيهم بتعمل حاجه معينه، طب ما انا اجيب كمبيوتر صغير بورده او ليها بروسيسور معين بكل حاجه من دول تبقى موجوده، بس موجودين كلهم مع بعض، وانا اقدر طبعا انها ديجيتال كلها الكتروني، فانا ممكن ان انا اعمل كمان احفظ مجموعات مع بعضيهم، تركيبات مع بعضيهم، وانت تحفظهم عندك خلاص، سيفهم في المكان وخلاص، تستدعيهم وقت ما انت عايز، فتبدا انك انت تسهل لك عملك بانك بتدوس بدال واحد خلاص تخلص كل القصه. فده من هنا جت فكره المالتي افكتس، فهي بتبقى بورده واحده كده بتشيلها معاك في شنطه جيتارك او في شنطه خاصه بيها، وخلاص تحط على الستيج، توصل توصيله واحده بس بالامبليفاير بتاعك وبالجيتار بتاعك وتخلص القصه. دي كانت الفكره بتاعت المالتي افكتس اللي انا كنت بميل لها كتير، اللي حوشت فلوس علشان اقدر اجيب اول مالتي افكتس يساعدني وانا بشتغل معاهم في الفرقه دي. تالت مدرسه طبعا دلوقتي منتشره كتير جدا بره، بالذات في الفرق العاليه جدا وفرق المحترفين، ان بيبقى الموضوع كله بالكمبيوتر بره، والنقطه بتاعت الدخول بتاعت الجيتار بالسولو المعين بالصوت المعين اوتوماتيك، الراجل بتاع مهندس الصوت بيكون حاطط التركيبه دي كلها في المكان ده وبتاع. طبعا مهندس الصوت بيبقى كانه عازف مع الفرقه، يعني ده ما بيتغيرش، بيفضل موجود معاهم لانه حافظ كل الشغل وكل حته هتبدا امتى وتعمل امتى، وبتريح دماغ الجيتاريست خالص من وجع القلب بقى وتغيير والبتاع والكلام ده،
بس مش كتير بيعملوا الفكره دي. يعني الجيتاريست اللي زال بيحب هو يبقى متحكم امتى يقدر يعمل اللي هو عايزه وامتى يقدر يضيف اللي هو الصوت اللي هو يحبه يعني. فبعد ما حوشت الفلوس اللي كانت كتير وقتها يعني، كان ممكن مرتب مهندس مثلا في 5 6 شهور مثلا حاجه كده يعني او اكتر كمان. فحوشت الفلوس بتاعه المالتي افكتس دي وقدرت اجيب اول مالتي افكتس في حياتي. طبعا مش هقدر اقول لك الصوت اتغير بتاع الجيتار ازاي في الوقت دوت يعني، صوت جيتاري اختلف طبعا بعدها، بقى عندي باور في حاجات معينه، بقى عندي صوت اصوات معينه في مناطق تانية معينه، فبيساعدني كتير جدا في ان انا اوصل لليفل معين من الجيتار في العزف والبرفورمانس قدام الناس بالجهاز دوت. خطرت لي فكرة من فترة، كنت برتب أجهزتي وبتاعه وبعدين لقيت الجهاز ده عندي لسه، فقلت الله طب أنا دلوقتي جبت جهاز جديد مالتي إفكتس جديد، أنا شرحت عنه حلقة قبل كده اللي هو اللاين 6 HD 500 بلس. فأنا قلت طب إيه الفرق بقى ما بين جهاز عمره 30 سنة في المنطقة ديت وجهاز حديث؟ لازم نسمع الجهاز القديم دوت هيدينا إيه ونحكم بودننا هل ينفع في القرن 21 نستعمل جهاز من التسعينات او يمكن ظهر في اوائل التسعينات كمان يعني. طيب تعالوا معانا نجرب الاصوات اللي فيه ونشوف هيعمل لنا ايه الجهاز دوت. ده الجهاز بتاعي اللي انا شرحت لكم عليه، هو جهاز يعني لو تلاحظ الوجه بتاعه بلاستيكي، الظهر بتاعه لو احنا قلبنا ظهره كده هتلاقي ظهره معدني وفي مسامير اللي هي مثبته طبعا البورده بتاعته هتبقى فيه. الوجه البلاستيكي دوت هتلاقي عليه هنا شرح للإفكتس الموجود عليه، فعندي واحد هنا كومبريسور، كومبريسور ده اللي بيضغط الصوت ويخلي الصوت ليه ليفل معين كله متساوي، مفيش عالي كتير قوي وواطي كتير قوي، فبيبقى كله مضغوط في منطقة معينة اقدر ارفعه وانزله، ده بيبقى مهم للجيتاريست ساعات. وعندنا هنا بقى المجموعه بتاعه الاوفر درايف والديستورشن، الديستورشن والاوفر درايف اللي هو بيطلع صوت الحاد بتاع الجيتار دوت، وفي اكسترنال لو انا بركب اجهزه تانية من بره من الديستورشن يعني. في عندي هنا هيومنايزر بيعمل حاجه شبه الواوا يعني، بيعمل كان انسان بيتكلم يقول مع صوت الجيتار واوا او 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 حاجه كده يعني. وعندي الايكولايزر، عندي هارمونيست دوت بيخلي كل نوته من الجيتار بعزفها تطلع كورد، هي نوتة تبقى بكورد، فده يعني ساعات بيبقى تحتاج التأثير دوت وكده. وحاجة اسمها تانية بيتش شيفتر بيعمل لك صوت موازي للجيتار وبترفع الصوت ده وتنزله على السلم زي ما انت عايز عشان يعمل لك الصوت دبل للجيتار بتاعك، فده ساعات ناس بتحتاجه. عندي طبعا هنا المجموعة التل الخمسة اللي هنا ديت هتلاقي فيها الكمبريسور والفيزر والتريمولو، الكورس والفيزر والتريمولو. الكورس اللي بيعمل اصوات جنب صوت الجيتار كده تحس كأن الجيتار صوته غني شوية، فده بيستعمل كتير في الـ في الـ في الاصوات بتاعت عمر خورشيد لو نعرف يعني. كمان بيستعمل ساعات في المصاحبه بيديك صوت حنين حلو قوي للجيتار يعني. الفيزر ده بيعمل تمويجه لصوت الجيتار، مع بتعزف في السولوهات وساعات بتعزف في بعض الباك جراوندز بيدي لك صوت افكت تمويج كده لصوت الجيتار يعني. الترومولو بيعمل لك اصوات نوت قبله يعني قبل النوته دي وبعد النوته دي على السلم، فتلاحظ ان صوت الجيتار فيه تمويجه سريعه جدا يعني، هو نوع من التمويجات برضو بس تمويجه سريعه جدا بانتاج صوت بارلل لصوت الجيتار. الثلاثه دول ليهم علاقه ببعض ان هم بينتجوا صوت جديد موازي لصوت الجيتار الثلاثه دول. بعد كده بنخش على البنك اللي موجود اللي بعديه دوت نمره 6 مثلا، بيعمل صوت الديلي، صوت الديلي دوت اللي هو الايكو اللي هو كانك انت بتردد نفس الصوت وبيضعف مع الوقت. وبعد كده الريفيرب اللي هو بيدي لك كانك قاعد في مساحه صوتيه، قاعد في اوضه، قاعد في قاعه كبيره، فاللي هو الريفيرب ده. فعندي المجموعات دي كلها 1 2 3 4 5 6 7 في نفس الوقت اقدر استعملهم في نفس الوقت. طبعا مشروح على وشه هنا النقط اللي انت بتتحرك عليها، لان كان ما ساعتها ما فيش بقى لا شاشات كبيره ولا LCD ولا LED الشاشات اللي بتبين لك المحتوى، فكل حاجه انت عايز تعدلها هتلاقي لمبه بتنور لك على المكان ده وانت تروح على اي لاين تشوف اللمبه دي في اي افكت بتاثر على ايه وتبتدي تتحكم فيها، تلاقي ارقام بتظهر عندك في الشاشه بتاعت الارقام دي. طبعا بتغير بانك انت بتختار البنك اللي انت عاوزه،
من التأشيرة اللي انت عاوز. كل بنك فيه 5 وانا عندي في 4 مجموعات، 2 منهم بيبقوا ثابتين جايين مع الجهاز نفسه، وفي 2 تانيين انا بقدر اضيف الاصوات واحفظهم تبقى الاصوات بتاعتي انا. بغير الجروب من هنا من جروب 1 لـ 2 لـ 3 لـ 4، وكل جروب منهم عندي البنوك بتاعتها، 4 بنوك لكل واحدة، وكل واحد ليه 5 مجموعات، فهتلاقي عدد لا نهائي ريلي من الاصوات. انت مش هتحتاج كل الاصوات دي كلها. انا شخصيا كنت بقى يعني 100 مجموعة واحدة بس خالص اللي كنت بعملها، 5 اصوات. بعمل مثلا الصوت الاولاني دوت بيبقى صوت الجيتار نقي كويس وبرايت وحلو كده. بعمل تاني حاجة مثلا بيبقى عندي الاصوات بتبقى للمصاحبة، بيبقى فيها حتة كورس حنينة كده بس ما تنفعش في سولوهات يعني. الصوت التالت مثلا ببقى عامله صوت فيه واو مثلا او بتاع، عشان اقدر اعمل ارتام مثلا زي ارتام الستينات والسبعينات اللي بيبقى فيها صوت المموج بتاع الواو دوت. وبعدين الاربعة وخمسة بعمل مثلا واحد سولو قاسي قوي مثلا، والتاني سولو مثلا بيبقى فيه اوفر درايف سنة حلو يعني. يعني بيكفيني ان انا ببقى عامل 5 مثلا. لو انا عايز تأثيرات بقى تانية مجنونة مثلا او بتاع، اقدر ان انا استعمل بنوك تانية خالص، لان انا يعني اقدر اسيف عدد ريلي كبير جدا من الاصوات ديت على الجهاز اللي كان حتى من 30 سنة ده. طيب انا عندي هنا عندي المدخل بتاعي بتاع الجيتار، هنا بيدخل الجيتار، انا عامله وايرلس، فعندي الجهاز بتاعي بتاع الوايرلس مركبه من هنا. وعندي دوت ده المخرج بتاعه، المخرج بتاعه دوت عندي المخرج بتاعي هنا هوت ليفت مونو، وعندي رايت، فعندي ليفت ورايت، فده معناه انك انت ممكن تطلع ستيريو على قناتين يعني، واحده تعملها يمين واحده تعملها شمال. عندي هنا بقى بالنسبه للافكتس، لو انا بستعمل افكتس خارجيه عندي سند وريتيرن، بدخل كابل منها وارجع تاني الكابل هنا عشان يتعامل معاهم يعني. وعندي مدخل هنا للتيونر لو انا عندي تيونر خارجي، وعندي مدخل بتاع سماعه هيدفون لو انت مش عايز تزعج اهلك بالصوت بتاع الجيتار بتاعك بقى الافكتس، ممكن تستعمل هيدفون في البيت طبعا وكده. وعندي هنا انك انت بتستعمل بدال بتاع الاكسبريشن اللي هو اللي انت بتوطي الصوت وتعلي الصوت منه، فانت ممكن توصل بدال بيه كده. وعندي هنا كمان بدال ان انا بستعمل، كانوا بيستعملوا زمان للايكو، حاجه تعمل ايقاع للايكو بتاعك، انت عايز الايكو سريع ولا عايز الايكو بطيء، فممكن تركب بدال خارجي ليه. وعندي طبعا المدخل بتاع الكابل اللي عندي دوت، وبلفه حوالين المنطقة ديت علشان الكابل ما يتخلعش مني وانا بتحرك على الستيج، فده زي ما يقول سيفتي للموضوع. واضح طبعا ان الجهاز ما فيهوش ميدي، كان زمان ميدي انك انت توصل كابل ميدي بالاجهزة بتاعتك بتاعت الاستوديو، تقدر انك انت تتحكم يا اما في الجهاز ده يا اما تتحكم في اجهزة تانية بالميدي، ده ما فيهوش ميدي دوت، ما لقوش ليه لزوم ان هم يحطوه عليه. فكان الجهاز دوت اللي احنا هنسمع دلوقتي الصوت، اصوات النقيه اللي بتيجي معاه. طيب انا هعمل الاصوات اللي انا مثلا كنت بستعملها، انا يمكن مش عارف انا غيرت فيه قد ايه ولا عملت فيه ايه. طبعا كان ده يعني بتكلم على سنين طويله قوي، 30 20 من 20 ل 30 سنه اخر مره استعملته فيها. هستعمل دلوقتي الباتشات اللي بتيجي اساسا مربوطه مع الجهاز. غالبا بتبقى الباتشات دي بتبقى اكستريم قوي. يعني ايه اكستريم قوي؟ يعني هتلاقيها يا اما مفرطه في الصوت القوي الغني، يا اما مثلا بتعمل لك اصوات انت تفكر انا هستعمل في ده في ايه، حاجه غريبه. ده ساعات بيخليك يدي لك خيالات، تقدر تعمل حاجات بالجيتار خيالات مع الجهاز دوت، ولكن بيدي لك اقصى امكانيات ريلي الجهاز ده ممكن يطلعها لك، فبيبقى كويس انك انت تعرف حدوده ايه. كمان بعد كده تاخد انت الباتشات دي تعملها كوبي وتبتدي تعدل فيها، يا اما تقلل شويه حاجه، تشيل حاجه، تضيف حاجه، لغايه ما توصل للصوت اللي انت عاوزه من الموضوع ده. فمعايا الامب اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي، الامبليفاير دوت بستعمله في 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 شغلي حاليا. انا ظبطات الامبليفاير كلها زي ما انتوا شايفين كده، عامل الجين بتاعي على مثلا ربعه تقريبا، وعامل كل الايكولايزر نيوترال يعني في النص بالظبط، مفيش عندي اي افكت ولا حاطط اي افكت من الافكتات اللي موجوده على الامبليفاير، لان الامبليفاير عليه شويه كورس وريفيرب ومش عارف ايه وحاجات كده، او نوع امب مثلا يكون امب ليه صوت معين او مميز، لا انا عامله صوت كلين، جيتار كلين نقي جدا، فهيطلع لي صوت الجيتار بامانه، فهيبين لي بالظبط الجهاز ده ممكن يعمل لي ايه معايا.
طيب وصلنا الجيتار بالامبليفاير ونسمع دلوقتي على الجيتار بتاعي صوت الاصوات اللي موجودة اساسا مع الجهاز ده على البنك بتاعها. انا اخترت البنك نمرة 3 وهي هو عامل 3-3. احنا ممكن نختار الجروب بتاعي مثلا 2، يعني 3-2 مجموعة 3 في الجروب التاني. نسمع صوت الجيتار. ده يبدو انه نوع من الصوت النقي. لو انا عملت باي باس فده معناه ان ده صوت جيتاري، ده صوت جيتاري من غير اي تأثيرات خالص. اعدي الباي باس بقى ونشوف الصوت الاولاني. بصراحة صوت حلو ينفع في الجاز وينفع كمان. الصوت التاني مثلا في حتة ايكو. بس صوته قاسي على ان انا استعمله في كوردات مثلا. مثلا نشوف الباتش الثالث مثلا. صوت حنين. Thank you.
مستعمل هنا البيتش شيفتر زي ما احنا شايفين، ان انا بعمل صوت موازي لصوت الجيتار وعامل ديلي وعامل ريفيرب وكورس. شايفين الصوت اكستريم ازاي؟ ده الصوت اللي فيه الايكولايزر معمول هنا ومعمول هارمونيس، اللي هو النوتة الواحدة بتعمل لي كورد. ده انا عملت ان انا بضيف ايقاع للايكو بتاعي، ايقاع للفيزر. نجرب باتش 4 مثلا. حلو في السولوهات برضو. الله على الخيال. ده صوت التريمولو لو تلاحظوا، سمع التمويجه بتاعتي كاني عملت بايه بصباعي كده، كاني رعشت صباعي على الجيتار. من غير ما امد ايدي صوت اكستريم. اكستريم خالص. طيب نشوف، في بنك 5 كمان اهو، نجرب بنك 5. شوف وصلوا لصوت ايه؟ هو صوت الهارمونايزر ده بيعمل لي صوت كأنه اورج مثلا. Thank you.
الله. سامع ده الهيومنايزر بيعمل يوي 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 طب نشوف مثلا جروب نمبر 4 البنك واحد صوت واحد لا ده البنك ده بنك واحد كده عايزين جروب 4 بنك واحد صوت واحد ده كان استعراض سريع لجهاز المالتي افكتس اللي احنا اتكلمنا عليه دوت رأيي الشخصي بعد كل دوت بعد 30 سنة لازال هذا الجهاز واقفا صامدا يبدو ان الاجهزة الالكترونية في عالم الموسيقى يعني عمرها طويل قوي يعني الجيتارات بتاعت الخمسينات والستينات لازالت عايشة حتى الان الالكتريك جيتارز حتى الاكوستيك جيتارز لازالت عايشة حتى الان المالتي افكتس والافكتات القديمه لازالت شغاله حتى الان الامبات القديمه لازالت الناس بتستعملها حتى الان امبات الستينات لازالت يعاد انتاجها مره ثانيه فانا في رايي حتى الجهاز الالكتروني دوت يعني بالظبط نفس الاصوات ويمكن بعضها افضل من الاجهزه اللي انتجت حديثا كل ما ينقص الان الشاشات وتعديل الاصوات بسهوله ويبقى افضل من اي جهاز موجود حاليا واشوفكم الحلقه الجايه